أخبار اليوم. الجمعية العمومية اليوم وحتى الساعة الثانية عشرة لم تكتمل طبعا، ونسبة الحضور كانت ضئيلة للغاية، يمكن عدد الزميلات والزملاء الذين سكنوا حتى الآن لم يصل 40 زميل وزميلة، وبالتالي لن تعقد الجمعية العمومية العادية، وسوف يعرض أمر تقرير مجلس النقابة والميزانية على مجلس النقابة لمناقشة هذا الأمر. أنا شايف من وجهة نظري أن هذا الأمر هو أمر غير مقلق بالنسبة لنا كنقابة، لأن دي جمعية عمومية عادية وليست طارئة، كمان أنها جمعية عمومية غير مرتبطة بإجراء الانتخابات. فيمكن من سنة 41 منذ تأسيس نقابة صحفيين وحتى الآن لم تكتمل الجمعية العمومية العادية إلا مرة واحدة، وهي عام 2006، وكانت أيضا مرتبطة في ذلك الوقت بموضوع مهم وهو الحبس في قضية النشر. يعني أنا بقول إني رغم أنه أمر غير مقلق، بس كنا نتمنى أن تكتمل الجمعية العمومية، وخصوصا أننا هذا العام أضفنا للجدول الأعمال بند مهم وهو علاقات العمل والحريات، ويعني أرسلنا لجميع الزملاء رسائل SMS وإيميلات وخطابات بريدية من أجل الحضور. في المرة الأولى حضر حوالي 236 زميل وزميلة، في المرة الثانية حضر غالبا 220 زميل وزميلة. اليوم العدد أقل بكثير، يمكن حتى إغلاق التسجيل لم يتجاوز عدد الحضور 40 زميل وزميل. هي على فكرة احنا عايزين نقول الفرق بين جمعية عمومية عادية وجمعية عمومية طارئة. الجمعية العمومية الطارئة تكون مرتبطة بقضية ما، وهذا حدث في عقب صدور القانون 93 سنة 95 الخاص بالحبس الاحتياطي في قضية النشر. عندما تمت دعوة لعقد الجمعية العمومية، بعد ساعتين اكتملت الجمعية العمومية وظلت حالة انعقاد حتى تم إلغاء قانون الحبس في قضية النشر. الجمعية العمومية الأخرى هي جمعية عمومية عادية ولكنها مرتبطة بالانتخابات. هذه الجمعية العمومية أيضا بتكتمل في المرة الأولى أو في المرة الثانية على أقصر تقدير، لكن الجمعية العمومية العادية أنا بقول من منذ إنشاء نقابة الصحفيين عام 41 وحتى الآن لم تكتمل الجمعية العمومية العادية إلا مرة واحدة، وهي عام 2006، وكان ذلك واكتملت في المرة الثالثة، وكان ذلك بسبب وجود ضغط شديد من الجماعة الصحفية لإلغاء الحبس في قضية النشر.